ونقضه بخارج معلوم من السبيلين أو الحلقوم، من السبيلين أو الحلقوم. الأمثلة هذه التي جاءت من بعد كالقيء والقلس ودم واغتفر من قبل المرأة ريح تنتشر، هذه الأمثلة كلها على ما على الخارج من أي؟ من السبيلين ولا من الحلقوم؟ الأمثلة ذي، هذه الأمثلة كالقيء والقلس ودم الحلقوم، هذه كلها الحلقوم. لا يذكر، لم يذكر السبيلين، لم يذكر شيئا مما يخرج من السبيلين. لماذا لم يذكر ما يخرج من السبيلين؟ ليش؟ لأن كل خارج من السبيلين، يقول الشيخ رحمه الله في جوهره: وخارج من السبيلين بدا ولو يكون حجرا وجلمدا. كل ما خرج من السبيلين، ويقسم الفقهاء إلى معتاد وغير معتاد. يقول المعتاد كالمذي، لقوله صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس عندنا في المسند الشريف: الوضوء من المذي والغسل من المني. ولحديث جابر بن زيد قال: بلغني عن علي بن أبي طالب أنه أمر المقداد بن الأسود أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل دنا من أهله فخرج منه المذي، ماذا يلزمه؟ قال علي: وأنا أستحي أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجل أن ابنته تحتي. فجاء المقداد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك فقال: إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح على ذكره الماء ثم يتوضأ وضوء الصلاة. كذا رواه الربيع عن جابر بن زيد بلاغا عن علي بن أبي طالب. المذي، وقال: والغسل من المني. وما أوجب المني؟ أوجب الوضوء بالأولوية. والريح، هذه الأشياء التي تخرج، الريح ناقضة للوضوء، لقوله صلى الله عليه وسلم: حتى يشم ريحا أو يسمع صوتا، فدل ذلك على أن هذه نواقض للوضوء. فهو الشيخ عموما لم يذكر أمثلة على النواقض الخارجة من السبيلين. لاتفاقنا والمالكية والشافعية، لاتفاقنا والمالكية والشافعية على أن كل خارج من السبيلين ناقض للوضوء، معتادا كان أو غير معتاد، وخالف الحنفية. الحنفية أتباع من؟ إمامهم من؟ أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي، المتوفى سنة 85 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. أبو حنيفة قال: ينقض كل خارج معتاد من السبيلين. معتاد، قوله معتاد يخرج ماذا؟ يخرج غير المعتاد. يقول غير المعتاد مثل الحصاة، مثل الدودة، مثلا دابة خرجت من أحد السبيلين، عنده ما تنقض الوضوء. عند أبي حنيفة لا تنقض الوضوء غير المعتاد، إلا أنه قال بأن الاستحاضة ناقضة. هو أنا قال الاستحاضة تنقض، وما عدا ذلك من غير المعتادات فهي غير ناقضة. وربيعة شيخ مالك اللي قال ربيعة الرأي، ربيعة الرأي، ربيعة المدني، هذا من فقهاء المدينة، ربيعة يقول: والاستحاضة أيضا غير ناقضة للوضوء. يقول حتى الاستحاضة أيضا غير ناقضة للوضوء، يعني كل شيء غير معتاد ولو استحاضة غير ناقضة للوضوء، كذا يقول. فالحاصل أن عندنا أن كل خارج من السبيلين ناقض للوضوء. قال: كالقيء، وهو ما تخرجه الطبيعة من الطعام اللي احنا نسميه بالعامية كذا زوع، ناقض الوضوء ولا ما ناقض؟ ناقض. كالقيء والقلس، هو قيء أصغر ما تخرجه الطبيعة من الطعام ويكون أقل من ملء الفم. وهنا بحث، ما أسأله كان أبو علي هو اللي يسألني: ما هو الحد الذي إذا بلغه القلس من جوف الإنسان
حكم بنقضه قيل بأنه ناقض الوضوء. ما هو المقدار؟ الإمام أبو عبيدة رحمه الله، أبو عبيدة مسلم ابن أبي كريمة التميمي، يقول حده أن يجد الحموضة في حلقه. إذا وجد حموضة في حلقه ولو لم يبلغ هذا الحموضة القلص ذا، لم يبلغ اللسان، لم يبلغ الفم، فقط أن يجد طعم الحموضة في حلقه، هذا ناقض للوضوء، هذا قلص ناقض الوضوء. هذا رأي من؟ رأي الإمام الربيع أن القلس لا يكون ناقضا بمجرد بلوغه الحلق والحموضة. الإمام الربيع يقول حتى يبلغ لسانه وفمه. الإمام الربيع يقول لم يكن ناقض القلس حتى يبلغ اللسان والفم. لكم أنتم لما عرفتوه القلس قلتم هو ما تدفعه الطبيعة من الطعام، ويكون أقل من إيش؟ أقل من ملء الفم. لما عرفت القيش قلت ما تدفعه الطبيعة من الطعام ويكون من الفم، ولما عرفت القلس قلتم ما تدفعه الطبيعة من الطعام ويكون أقل من الفم، ولم تدخل في قيد التعريف ما بلغت حموضته الحلق. فيلزمكم أن هذا أصلا ما يعطى حكم الربيع، يقول هذا أصلا ما يعطى حكم القلس إذا وصل الحلق ووجدت طعم حموضته، لأنه ما دخل في الحد هذا كله. إيش فائدة التعريف أن يكون أقل من ملء الفم؟ هذا التعريف فائدته. فيكون الحد الناقض من القلس أن يصل الفم واللسان، كذا رأي الربيع رحمه الله. كالقيء والقلس ودم من أي موضع من مواضع البدن خرج. إذا وجد الإنسان في فمه طعم دم هل يلتفت إليه؟ كذلك البزاق بالدم اختلط، وذاك ما لم يغلبنه فقط. ومثله المخاط، والذي وجد في الفم طعم الدم عفوه ورد، حتى يصح أنه به دم، والماء من غساله لا يحرم، أخرجه من فيه أو لم يخرج فهو طهور ما به من حرج. هذا ليقول الشيخ باب الطهارة من جوهره، أول كلامه على الطهارة.